السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخواتي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب، اول حاجه كده هشرح لكم طريقه سهله جدا تقدروا تشحنوا من خلالها شدات ببجي موبايل مجانا وبالاي دي فقط يا زميلي. مش هتحتاج ان انت تجمع نقاط وتشتغل على تطبيقات ولا اي كلام من الكلام ده. انت كل اللي هتحتاجه فقط ان انت هتجاوب على كام سؤال وهتكتب الاي دي فقط وبس كده يا زميلي. هيكون ليك فرصه ان انت تكسب شدات او طبعا تكسب الرويال باس السيزون 14 مجانا وبطريقه سهله جدا، وهشرح لك كل حاجه دلوقتي داخل الفيديو بالتفصيل. وبعد كده يا صاحبي، بعد ما اشرح لك على الفرصه اللي انت تقدر تحصل من خلالها على شدات، هشرح لك يا زميلي على البدله الفائقه، وهقول لك ازاي ان انت تقدر تحصل على البدله الفائقه باقل تكلفه، واشرح لك كل حاجه بالتفصيل. يلا بينا على طول كده يا اخواتي نروح على الفيديو، واشرح لكم اول حاجه الفرصه اللي انتوا تقدروا تحصلوا من خلالها على شدات مجانا. اول حاجه كده يا صاحبي، هسيب لك رابط الاستبيان ده في اول تعليق. هتخش كده يا صاحبي على التعليقات، هتلاقي قدامك في التعليق المثبت رابط الاستبيان. فكل اللي عليك يا صاحبي في الاستبيان ده ان انت هتجاوب على كام سؤال، وعندك هنا بقول لك قم بالاجابه على الاسئله وادخل السحب على 20 بطاقه ترقيه للرويال باس شهر 14 او الرويال باس الموسم 14. يعني دلوقتي يا صاحبي انت هتجاوب على حبه اسئله وتكتب كمان الاي دي وبس كده يا صاحبي، انت هتخش سحب على 20 بطاقه ترقيه، يعني 20 رويال باس. وممكن طبعا يا صديقي ان انت يكون عندك حظ وليك فرصه ان انت تكسب الرويال باس. طيب يا صاحبي هتعمل ايه هنا؟ كل اللي عليك بقى صديق ان انت هتبدا تجاوب على اسئله سهله جدا وتملي طبعا الحاجات السهله اللي هم عايزينها دي، يعني زي مثلا رقم حسابك في ببجي موبايل لغايه ارسال المكافاه. يعني زميلي هنا عايزك تكتب الاي دي بتاعك عشان لو انت طلع ليك حظ وانت اللي كسبت هيبعتوا لك المكافاه. ففي المكان ده مثلا هتكتب هنا صاحب الاي دي بتاعك، وهكذا بقى تشوف الحاجات اللي هم عايزينها، حاجات سهله جدا جدا، مفيش اي حاجه صعبه هنا صديقي. بقول لك هنا مثلا اي رويال باس تفضل، انا مثلا بفضل الرويال باس الحالي الموسم 14. تحتها يقول لك لماذا اخترت الاجابه السابقه، يعني ليه اخترت الموسم 14. انا مثلا صاحبي هقول لان الرويال باس يحتوي على 3 قطع مسك، وهكذا صاحبي. بقول لك مثلا ماذا تريد ان ترى في ار بي الموسم 15 الموسم القادم، فتدوس هنا طبعا الاجابه وبس كده صاحبي. في الاخر هتدوس التالي، وبعد كده بقى زميلي تعمل ارسال للاسئله اللي انت جاوبت عليها يعني وكل الكلام ده. هتدوس على التالي وبعد كده ايه، تدوس ارسال بقى لكل الاسئله اللي انت جاوبتها يعني وكل الكلام ده. وزي ما انت شايف قدامك كده صاحبي، ليك فرصه ان انت تكسب الرويال باس. وده طبعا يا شباب كان اول قسم معانا في فيديو النهارده، شرحت لك يا صديقي ازاي ان انت تحصل على فرصه تقدر تكسب بيها الرويال باس السيزون 14. خلونا تاني حاجه بقى يا شباب في فيديو النهارده مع البدله الفائقه. اول حاجه كده صاحبي هتضغط ضغطه في اعلى الشاشه على الصوره اللي انت شايفها دي، هتلاقي عندك هنا بقى صديقي بدله فائقه. وهنا طبعا يا صاحبي اقول لك على حاجه كويسه، انت طبعا لو حابب ان انت تفتح البدله هتقدر يعني ان انت تحصل على البدله. عندك هنا صاحبي سلاح الاي كي ام المسك، وعندك كمان الفي اس اس المسك، وعندك كمان هنا صديقي خوذه مسك، وعندك هنا القناع، وكمان البدله بالشكل الفائق او بالشكل الذهبي يعني زي ما انت شايف كده صاحبي. عندك صاحبي فائقه يعني اعلى من المسك زي ما انت شايف كده صديقي، وعندك بقى سكين التومي جان والميداليه اللي بتتعلق في الشنطه او الحليه يعني تمام. فعندك هنا بقى صاحبي حاجة كويسة جدا لو انت حابب ان انت تفتح البدلة دي، ان انت صديق عشان تحصلها بأقل تكلفة تفتح يوميا بعشر شدات فقط. ده طبعا يا صاحبي لو انت حابب اصلا ان انت تفتح على البدلة، فانت تقدر صاحبي تحصل على اي حاجة من الحاجات اللي قدامك دي وبأقل تكلفة. تقدر ان انت تحصل طبعا على البدلة او سكن سلاح من اللي قدامك او الخوذة او هكذا يا صاحبي، ولكن ده كله بيعتمد على الحظ. عندك هنا صديقي كل اللي عليك ان انت يوميا هتفتح فتحة واحدة بعشر شدات، واهم حاجة صاحبي وانت بتفتح التوقيت. يعني ايه التوقيت؟ يعني صديقي تحاول ان انت تفتح مثلا متأخر على الساعة 3 قبل الفجر كده، على الساعة 5 صباحا كده بعد الفجر وهكذا صديقي. تفتح في توقيت يكون التوقيت ده مش كل الناس فاتحة فيه اللعبة، وبتبدأ كده صاحبي ان انت تفتح بعشرة يو سي فقط. انا طبعا يا شباب سحبت مرة واحدة وطلع لي الخوذة المسك، ولكن مؤقتة مش دائمة. فطبعا يا صديقي انت تفتح زي ما قلت لك في وقت متاخر، ممكن حظك يبقى حلو وتحصل على البدله الفائقه الاعلى من المسك يا صديقي. فبس كده يا اخواتي، ده فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك بقى زميلي ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشارك في القناه بقى لو انت مش مشترك. اشوفكم في فيديو جديد،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.